معانا السيده مؤادم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ نعم الحمد لله دايما على طول. بقول لحضرتك انا عايز اسال حضرتك سؤال كده سريعا كده. بقول لحضرتك ان انا من كام شهر كنت متخانقه مع جوزي انا واهلي وحصل مشكله كبيره قوي وهو عور اخويا وهو بعدها اتحبس في دي معركه بقى يعني ده ما كانتش خناقه دي كانت معركه وتعوير وما اعرفش ايه. هو اتحبس وخرج دي عشان استسمحهم وبوس ايديهم وبوس دماغهم ودي بس دماغي وقال لي بوس اوتي بوس رجليك والكلام ده كله. هو دلوقتي قاعد عند امه وانا قاعده بعيالي في بيتي هو في حاله وانا في حالي. بس هو لما بيحب يشوف عياله انا بخليه يجي يشوف عياله. بس هو دلوقتي اهلي عايزينني اطلع ده كرم كتير والله. يعني هما دلوقتي المعركه دي صفيت على ايه بقى؟ ان هو بات على دماغي وانا يعني ربنا هو بيسامح وانا سامحته الله يسهل. بس قلت له انت عند امك وانا في حالي. قال لي ما فيش اي مشكله ولا انت هو كده انت سامحتي؟ يعني هو بما ان حصل ما اعرفش ايه فانت هو عند اهله وانت عند اهلك كده انت سامحتيه؟ لغايه بس ما النفوس تهدى لان اخواتي قلبوا عليا وتحولوا عليا وبقوا مشتموني وتهجموا عليا وبهدلوني وكمان عايزين نتطلق منه. فانا قلت النفوس تهدى عشان هما كده بيحبوك يا اخواتها. انتوا كده بتحبوها كده حاميين الدار وحاميين الزمار. هو كده بيحبوك يعني؟ هم عايزين اطلق منه. وعين هو راح لهم هناك عشان يبصوا دماغهم فهم طردوه. الله. هم راح لهم عشان يبصوا دماغهم بس هم طردوه وقال لي انا خلاص انا هسمع زي ما انت بتقولي. انا هم طردوني حسنا لما نفوس كده. طب فين سؤالك يا ام ادم؟ انا دلوقتي ما بكلمش والدي. والدي مسمع كلام اخواتي وجاي عليا جامد قوي يا شيخ وانا بحبه قوي وانا بعزه جدا ان هو مش بالنسبه لي اب واخ كبير جدا. انا والدتي ميته بقالها سنه بس هو كان اخ وصاحب وكل حاجه. هو سامع كلامه اللي هو والدك يعني؟ فانا دلوقتي مش بكلمه ولا هو بيكلمني. فانا كده اعمل ايه؟ خليني لو هو بيشوفني او خليه يشوف اللي انا اقوله دوت بعد كده. انا بقول له اتقي الله في بنتك. اتقي الله في بنتك يعني هيجي يقول لي بس انت مش عارف ايه اللي حصل ولا حاجه خالص. دي حمقت ناس في بعضها كده وحصل غلط والولد اعتذر. لو كانت المساله ما تتعلقش بالاخلاق وتتعلق بالوقفه حتى لو هي محتاجه وقفه بنتك باين عليها ان هي قبلت وسامحت الراجل. فانت لازم تكون انت بتمشي في اصلاح ذات البين لان اللي بيصير في اصلاح ذات البين الله سبحانه وتعالى بيسهل له طريق للجنه. فانت ازاي عايز تخلي بنتك تعيش مأساة ان هي تبقى مطلقة ويبقى معاها اولادها اللي مش هتقدر ترعاهم لوحدها؟ طب ليه ده كله؟ اتقي الله سبحانه وتعالى في بنتك وكون عونا لها على الشيطان مش عونا للشيطان عليها. وكون عونا لها. محدش يجي يقول لي انت مش عارف هو عمل ايه. انا بتكلم عن صوت واحدة بتقول انا عايز ارجع بيتي وخايفة على زعل ابويا اللي انا بحبه. أنا بقى عايز والدها ما يزعلش. بالعكس هو يزعل ويحس إن هو ما رباش بنته التربية الصحيحة على القيم وعلى الأصول لو إن هي عايزة تسيب جوزها بعد ما هو جه بس إيديها وبس دماغها وبتقول كمان بس رجليها. بالعكس أنت لازم تعلمها إن هي تحافظ على كرامة أبو ولادها وإن هي تعيش معاه العيشة الصالحة. أنا موافق إن أنت تشرط عليه إن هو يحسن معاملتها. أنا موافق كمان إن هو يعتذر لو كان هو غلط فيك وفي أخوات وفي ولادك. لكن أنا مش موافق على خراب البيوت. اللي هيسعى في خراب البيوت ينزع منه البركة. واللي يسعى في تعمير البيوت ربنا يزود بركة في حياته. فأنا بقول لك لأ الكلام ده مش مناسب واتقي الله. ويا بنتي لو بتسأليني اعملي إيه؟ أحسني إلى والدك وارجعي بيت جوزك. معانا الأستاذ طارق اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا سؤالي في موضوع الحلقة أن الخلافات دايما ممكن تكسب طلاقة عشان خاطر المعيشة. طيب. فعلا ولا أنا غلطان؟ يعني أنا رجل ضمن لما قطع خرج عن مصر. أنا رجل ضمن 5%. الظروف وحشة جدا. كويس. فدايما زوجتك بتختلف معاك عشان أمور المعيشة مصاريف البيت. أيوه طبعا تمام. أنا يعني أنا ضمن 5%. بوجه معلش ما تفتحش فرصة مني. أنا بوجه للسيد الرئيس أنا يعني رأينا في موضوع 5%. أنا محافظة قنا تمام مركز مجدي حمادي. طيب يا سيدي أهم حاجة بس خلينا نتكلم في موضوع زوجتك ده
يا ستي العزيزة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويبارك لك. يا سيدتي، المعنى اللي احنا لازم نعيشه دايما في حياتنا ان كل ما تآلفنا يزيد الرزق، كل ما اجتمعنا كل ما يحصل سعة في البيوت. اول حاجة انت لو قادر تسعى اسعى وما توقفش، مش معنى ان احنا من 5% ان احنا ما نسعاش، اسعى وان شاء الله ربنا يديك الرزق الواسع ان شاء الله، فيبقى الرزق الواسع ليك والاهلك والناسك. ودايما احنا بندعم كل احبابنا اللي هم دايما بيسعوا وبيتحدوا ظروفهم. كل ما تتحدى ظروفك وكل ما تسعى هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك، وهتلاقيها هي كمان راضيه ان شاء الله. فاعمل كده وان شاء الله ربنا يوسع عليك يا سيد طارق. معانا الاستاذه هدى، تتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عندي سؤالين كده. اتفضلي. انا دلوقتي بروح لجوزي كل جمعه طرب. طيب دوت يعني مسموح ولا ممنوع؟ طيب ده سؤال. يعني السؤال الثاني تاني لا في نفس السؤال برضو، يعني انا نفسي تعبان اعمل ايه؟ ماشي، هو بقى دخل على سنه اهو. تاني سؤال، والدتي عندها 73 سنه. كده بقى ثلاثه. معلش، هي ما بتصليش، مش عارفين نعمل لها ايه. هي والدتك مالها؟ عندها 73 سنه ما بتصليش. ما بتصليش عشان الزهايمر ولا بنصليش بعد الشر يعني؟ لا، هي كويسه. كل ما نقول لها بتقول انت هتحاسبوني، احنا مش عارفين نعمل لها ايه بصراحه. طيب انا هجاوبك على الثلاث اسئله. اول سؤال، هي بتروح تزور جوزها، هو زوجها لسه متوفي فبتزور جوزها كل اسبوع. لا ده ما فيهوش حاجه. لكن انت قلتي حاجه تانية مهمه، ان انت نفسيتك تعبانه، فانت كل ما بتروحي قد تكوني بتعملي حاجه بتجدد عليك الالام. انا نصيحتي ان مش لازم تروحي كل اسبوع. ليه؟ طيب ما تروحيش كل اسبوع عشان ما يتجددش عليك الالام. نصيحتي روحي كل شهر. عشان ايه اللي يحصل؟ عشان تاخدي فرصه ان حياتك تتجدد وحياتك، وتحاولي تشوفي نعمه ربنا عليكي في حياتك. وانا شايف كمان ان بس مش فكره ان والدتك ما بتصليش مهما كلمتيها، انت حاسه ان انت عليكي اعباء كتيره. فارجوكي ما تخليش والدتك عبء عليكي. ازاي ما تخليش والدتك عبء عليكي؟ والدتك كل ما تعملي لها الحاجات اللي بتسعدها، كل ما تحاولي تخففي عنها، كل ما هتكون هي قريبه من ربنا. زي بالظبط اولادنا، كل ما نحسن اليهم كل ما يحبوا ربنا. معادله كده ربنا خلقها. طب نعمل ايه؟ هننصحها، هنجبرها؟ مش هنقدر نجبرها. طب انا زعلانه ان هي ما بتصليش. هي انت ما تعرفيش ايه الاضطراب اللي في نفسها دلوقتي، فنعمل ايه؟ نساعدها. لو هي بتقول انا مش هقدر اتوضى، وضيها. لو هي مش هتقدر حتى تحط الميه لان هي خايفه ان يحصل لها مرض ولا حاجه، خليها تتيمم. يسر لها مساله الصلاه. كل ما تيسر لها مساله الصلاه، وكل ما تخليها تفرح، وكل ما تخليها تخرج من الكآبه اللي هي فيها، كل ما هتلاقيها بتقرب من ربنا. يا رب ساعدنا على ان احنا نكون عون لاحبابنا على نفوسهم وعلى شيطانهم يا رب العالمين، واجعلنا باب رحمه وبركه على الناس كلها.